الشعب العراقي قال كلمته الأخيرة: لا يهمنا استقالة عبد المهدي ولا غير عبد المهدي، نحن لدينا قطار ونريد نغير اتجاه هذا القطار. هل من المعقول نغير السائق أم نغير سكة القطار؟ السكة التي وضعتها هذه الحكومة سكة كانت خاطئة، بنيت على الطائفية والعنصرية والعشائرية من ما دمروا أحلام العراقي وجمعوا الشعب العراقيين. والآن الشعب العراقي لا وظيفة لا عمل لا أمان، فنقول لهم ارحلوا من حيث ما أتيتم، وأن رئيس الوزراء سوف يخرج من رحم المتظاهرين، من رحم ساحات التظاهر، وأن الانتخابات القادمة سوف لا تسمح لكل من أتى ودمر الشعب العراقي من جميع الأحزاب وبدون استثناء. اليوم نجدد تظاهراتنا السلمية واعتصاماتنا السلمية لحين تحقيق المطالب. اليوم هناك مطلب آخر يطالب به أبناء الشعب الكربلائي ومتظاهري كربلاء: تفعيل الدور الدعاء العام ومنع جميع السياسيين دون استثناء ومنعهم من السفر، وتفعيل القضايا وخاصة قضايا الفساد، فساد الإداري والمالي وبيع المناصب. والكل يعرف مجلس النواب هو فاقد الشرعية، كل ما بني على باطل فهو باطل. الكل يعرف كان هناك عزوف واضح من الشباب في الانتخابات والتصريحات التي خرجت من بعض أعضاء مجلس النواب، والفيديوهات التي خرجت من دول الجوار من بيع للمناصب وبيع لصناديق الاقتراع. قلنا من هنا من ساحة التظاهر: نحن سلميون، لا نقبل بسياسة تكميم الأفواه والترهيب والتخويف التي يمارسها رجال السلطة وتحديدا الغير منضبطة الخارج عن القانون. الآن وصلنا إلى مرحلة خطرة والبلد يعيش في أزمة عصيبة، فعليكم وعلى العقلاء من بينكم أن تتقوا الله في شعبكم. الحكومة تصريف أعمال، نعم عليكم أن تختاروا البديل من رغبة الشعب وليس من بينكم، وهذا ما أكدت عليه المرجعية العليا. لا حاجة للتسويف والمماطلة، الشعب رفضكم أحزابا بكاملكم. احنا بالنسبة لنا أول ما ظاهرنا هي مظاهرة سلمية، وإن شاء الله سلمية، إن شاء الله تبقى سلمية، ما نخرج احنا عن 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 قوانين الله والرسول. لكن هم خرجوا بهذا الذبح وهذا القتل وهذا الإجرام